تفاصيل الواقعة هذه، شنو اللي صار بالضبط وأحوال وصحة التوانسة اللي كانوا العائلات اللي كانوا فوق المركب هذية، وشنو اللي صار بالضبط مع مراسلنا خالد الهرقام. صباح النور خالد. أهلا وسهلا، صباح النور لك ولكل المستمعين. بالفعل كما قلت أنت، تعرف أني منطقة الهوارية هي منطقة خلابة تجمع بين الطبيعة الجميلة والبحر، دونك المصطفين اللي يتوافدوا بالألاف على هذه المنطقة. من بين الأنشطة الترفيهية السياحية هي ركوب هذه المراكب أو هذه المراكب البحرية الترفيهية للقيام بجولة بحرية وراء جبل المتاريس وقبالة الجزيرة زمبرا زمبرتا، فالمناظر خلابة وتغري بالمعنى بالاستمتاع والتجول في البحر. دونك في الهوارية ثم 25 صاحب مركب، لكن تمتعوا بترخيص استثنائي معناها من السلطة المحلية والجهوية باش يباشروا هالعمل هذا بعد وقت الاحتجاجية اللي عملها في وسط الهوارية منذ تقريبا شهرين. ترخيص استثنائي ايش معناها؟ معناها هما خط من حقهم يتحصلوا على الترخيص. اي لا، ترخيص استثنائي ما يعتبرش، مش مخدومه من المصالح معناها قانونيا من مصالح السياحه، وكما معناها مصلحه اخرى تعطيهم الترخيص القانوني اللي باش يباشروا به العمل نتاعهم هذا وفق قرارات شروط. اذا هما خذوا ترخيص استثنائي على موسم لمباشره هذا النشاط في انتظار تسويت وضعيتهم ملفاتهم القانونية كاملة. دونك احنا نرجو للمكتب هذا اللي كان يقل 19 بما فيهم الربان في جولة بحرية، دونك في اخر جولة مروحين قبيل المغرب معنا في مدخل الميناء، معنا تعرف كما السيارة في فيراج، معنا صاحب المركب معنا جاء يدخل الميناء بنقص، لكن بحكم أن المركب ما كانش فيه توازن على مستوى الركاب اللي راكبين في المركب، معناها فوق العدد اللازم. فوق العدد اللازم معناها لا هو فيه 18. الحق أنا ما نعرفش العدد اللي نجم يهزه المركب، هل هو فما زيادة في الوزن ولا لا، لكن كانت ربما حسب ما رأيت معلومات من الحرس البحري يعني كان ثم الركاب راكبين مايلين مع الدخله اللي هي في الفراج للميناء، نقص صاحب المركب، لكن مع الدخله دونك المركب فقد توازنه وانقلب معه ركابه في البحر. دونك من حسن الحمد لله كان بحذا الميناء، معناه التدخل عن صاحب الماء في البحر، كان تدخل، هناك تدخل سريع من فرقة الحرس البحري اللي وفرت معناها الزمارك بتاعها وحداتها، نقلوا بسرعة للمواطنين هذه مع اللي تحفل الماء مع مساعد من المواطنين، تم بسرعة انتشالهم الماء وتخريجهم إلى اليابسة إلى الشاطئ، ونقلهم عبر سيارات الحرس البحري إلى ميناء قلت إلى مستشفى الهوارية، 12 نقلوا إلى مستشفى الهوارية. أكثريتهم معناها حالة هلع من وخوف بعد الحادثة هذه، لكن فما بنية عمرها 5 سنين شربت برشا ماء وقت اللي وصلوهم للهوارية. إذا تم إسعاف الأصناش والبنية، تم نقلها بعد إسعافها تم نقلها إلى مستشفى المعمور بالنيابل باش يزيدوا يعملوا لها عملية تنظيف وإخراج الماء من المعدة نتاعها. دونك على المستوى القانوني بإذن والقضائي بإذن من النيابة العمومية الحرس البحري بالهوارية باشرة قضية عدلية في الغرض في الحادثة، تم إيقاف الربان المركب وتم حجز هذا المركب، والأبحاث جارية في هذه الحادثة من طرف كما قلت لك فرقة الحرس البحري بالهوارية. الحمد لله يا ربي انه كان الظهر لي مش بعيد على الشط الانقلاب نتاع المركب، كان جا في الاعماق اللطف كانت نجم كير كارثه، اي كان على بعض اثار من الشاطئ، لو كان في عرض البحر كانت تكون الخسائر اكيد البشريه معناها موجوده، لكن الحمد لله ان الانقلاب صار معنا قرب الشاطئ، ونذكر انه مش بعيد كان تم حادثه
مشابهه توفي اثرها معناها كهل عمره 22 سنه بعد ما اصبته المروحة نتاع زورق مماثل زورق بحري يعني ترفيهي. طبعا لابد من الحذر ولابد من تطبيق القانون ايضا لان الارواح البشريه والمواطنين هي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره. بيان سور والعباد الناس هذوما اللي تسوق في المراكب لازم المفروض ثم شروط معينه معناها ناس يكونوا بروفيسيونيل عارفين شنو يعملوا بالضبط لانه كما قلت ارواح نتاع ناس فوق المركب هذايا الحمد لله معناها كانت تعديت باللطف والعائلات الكل لاباس وان شاء الله زاد الصغيرون هذه اللي هزوها للسبيطار تكون بخير وصحه. شكرا لك مراسلنا خالد الهرقام على التفاصيل اللي قدمتها لنا وباللطف للعائلات الكل ولاقارب العائلات هذوما اللي تفاجعوا اكيد لانه شفنا البارح حتى دي ستاتيو ثم عائلات تفاجعوا برشا على اقاربهم في الواقع هذه. نمشيو مباشره التليفون تاع جو حاضر معنا.